لم يكن مفاجئا أي شيء. الأخ أبو مازن أخذ قراره منذ سنة تقريبا أنه لا يستطيع أن يتعايش مع أي حالة نقد أو أي حالة توجيه أو أي ملاحظة أو شراكة في القرار، سواء السياسي أو التنظيمي أو المفاوضات أو المال. وبرز ذلك واضحا منذ بدايات الانقسام. الانقسام هو الذي أعطى هذا الإحساس لأبو مازن بأن يتفرد بكل شيء. وبالمناسبة تعقيبا على القرار، هذا القرار لا يوجد له أي مسوغ قانوني، وأنا لست هنا بصدد الدفاع عن القرار من ناحية قانونية، ولكن من باب التوضيح، هذا القرار أخذ مسبقا منذ اللحظة الأولى التي ادعى أبو مازن أنني أتيت على ذكر أبنائه خلال إحدى الجلسات الداخلية أو غير الداخلية، وكأنه الإتيان على ذكر أبناء الرئيس تستدعي كل هذه التحقيقات وتستدعي كل هذه القصص تصل إلى طرد. وبالتالي القرار لم يكن له أي مسوغ قانوني حسب النظام الأساسي. القرار اتخذ بشكل فردي من قبل أبو مازن، صوغ لبعض أعضاء اللجنة المركزية لإحداث مزيد من تفتيت هذه الحركة ومن تقسيمها وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت بدلا من الالتفات إلى الحركة لتقويتها وتمتين أواصر المحبة بين أبنائها من أجل الخوض في البرنامج الذي يقول هو أنه رايح إلى صدام مع إسرائيل في الأمم المتحدة، وأنه ذاهب إلى وحدة وطنية، وأنه ذاهب إلى انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. طيب بدلا من ذلك يأخذ مثل هذا القرار على عاتقه ويجند بعض المحسوبين عليه. على الرغم من كان هناك مقدمة لهذا القرار، يعني كان من حوالي عام تقريبا كان تم الإعلان عن لجنة قضائية أو لجنة للتحقيق. نعم. تجتمع معاك وتحقق في هذه الاتهامات المنسوبة. أولا هل تم شيء في هذه اللجنة؟ هذا سؤال وجيه ومهم. هي قصة أبو مازن مع بقائه في اللجنة المركزية أو عدمه زي قصة ألف ليلة وليلة. بدأت بلجنة حوار ومصالحة حين كنت في المغرب في مؤتمر الاقتصادي، عدت الرئيس غضبان. طيب غضب البطل، شو عمل له يعني؟ شو الموضوع؟ قالوا أن أنت أتيت على ذكر أبناء الرئيس، وهناك لجنة في الجلسة الأولى كانت برئاسة الأخ أبو ماهر وإخوة آخرون في اللجنة المركزية، سألونا عن ذلك، وضحت الأمر بشكل تفصيلي. سألتهم هل هذه لجنة تحقيق؟ قالوا لجنة يعني لجنة مراجعة، لجنة مصالحة. ثم عادوا إلى أبو مازن وغضب واستشاط غضبا، وأنتم تستروا على الحقيقة. سترى الحقيقة ماذا؟ أنني أتيت على ذكر أبناء الرئيس في أنهم يستغلوا نفوذهم في قضايا مالية وقضايا اقتصادية. ثم بعد ذلك لم تعجب هذه اللجنة، قال تشكيل لجنة تحقيق. كنت هنا في القاهرة واستمعت إلى لجنة تحقيق وقرار بإعفائي من مسؤولية الإعلام في الحركة، لأن مزاج الأخ أبو مازن لا يقبل. هي الاتهامات الموجهة للعقيد محمد دحلة، يعني من كلام حضرتك بتقول أتيت على ذكر أولاده، يعني الخلاف خلاف شخصي ولا خلاف استراتيجية في السياسة؟ بتكلم على انفراد بالسلطة؟ إيه حكاية مخالفات مالية وإدارية؟ سأتي إلى ذلك، ولكن الأستاذ شريف سألني سؤال واجب أن أوضحه، ثم أتي إلى المذكرة التي تحدثت فيها. ثم وسعت اللجنة واستمعت إلى قرار عزلي عن الإعلام من الإعلام، والتزمت بما أنني أريد لهذه الحركة أن تتقوى وأن تواجه الصعوبات التي يجب أن نواجهها، والتزمت وذهبت إلى لجنة التحقيق وعرضت كل ما أو أجبت على كل الأسئلة التي وجهت لي، وقالوا لي أن الرئيس سامح في موضوع أبنائه. قلت لا ما يسامح في أولاده، ما يحول الموضوع سياسي. قالوا انه يعني الرئيس يسال انه يقول يعني انت بتعطي الناس فلوس، من اين لك هذا؟ ماشي الحال، اولا ما هو هذا لكي اقول انه انا اعطي شباب في لبنان او في غزه او في اي مكان اخر؟ ثم بعد ذلك انتهى التحقيق، هل تريدي منا شيئا؟ لا. سافرت الى الخارج. بعد ذلك لم يعجب الرئيس لجنه التحقيق، فوسع لجنه التحقيق ووسع التهم. هذا مسلسل انا كنت ادركه من البدايه، أن الأخ أبو مازن لا يريد لأحد أن ينكر. هل تدفع ثمن مسؤولية عما جرى في غزة؟ لأنه كان كثيرون يعرفون أنه محمد دحلان ضلع قوي في غزة متواجد، ولم يكن من المفترض أن يحدث هذا الانقسام، أو لم يكن من المفترض أن تصل حماس لما وصلت إليه إلا بقصور من محمد دحلان. أولا أنا حين حدث الانقلاب كنت في المستشفى لمدة 3 شهور في ألمانيا، ولم يجرؤ أحد من المسؤولين الفلسطينيين أن يعود إلى قطاع غزة ليقود قطاع غزة، فهذه ليست مسؤوليتي. وهناك لجنة تحقيق، هم اتهموني في الإعلام، وحين سألت أحد الأشخاص في لجنة التحقيق
كيف تتهموني في احداث غزه وانا كنت في المستشفى؟ قال لي كان امامنا خيار، احد اركان لجنه التحقيق، امامنا خيارين، اذا عدلنا الرئيس يجب ان يستقيل، لكن انت كتفك بتحمل وتفضل، احنا يعني حملناك جزء من المسؤوليه. على الرغم من ذلك غزه فيها قول كثير، طيب غزه سقطت، ماذا فعل الرئيس والقياده الفلسطينيه؟ 4 سنوات ماضيه تركوا غزه واهلها وابنائها للاحتلال وللتنكيل من قبل حماس في ابناء فتح لم، وثم أضيف إلى ذلك الأخ مازن أوقف الترقيات وأوقف التعيينات وأوقف المساعدات وأوقف كل شيء إلى قطاع غزة، ولكن ليس هذا موضوعي. أعود إلى موضوع الوثيقة. الوثيقة أنا بشكل رسمي حين وجدت أن المسألة لعبة وأن الهدف الخلاص من محمد دحلان قل لي ذلك بشكل واضح. أنا اللجنة المركزية وعضويتي فيها لا تمثل لي شيئا إضافيا سوى أنها مكافأة من أبناء فتح في المؤتمر السادس في أنهم رفعوني إلى المستوى العضوية اللجنة المركزية، وذلك رد اعتبار لي لما تعرضت له من هجوم ومن اعتداءات من قبل حركة حماس، وأنا أفتخر بهذا التقدير، ولذلك لا يحق لأحد مهما على شأنه وعلى رأسهم أبو مازن أن يأخذ هذا الحق، لأن هذا الحق لا يستطيع سحبه إلا الناخبين في المؤتمر، وحسب القانون المجلس الثوري هو صاحب القرار وليس أبو مازن وليس اللجنة المركزية، على الرغم أن اللجنة المركزية تغيب منها 4 واعترض او تحفظ 5 ووافق 12. على العموم هذا مسألة قانونية سأتابعها في المؤسسات القانونية، والمجلس الثوري هو صاحب الولاية في ذلك، وانا لا ابحث عن انصافا لا هنا ولا هناك، انا اخذت قراري. ولكن متابعتها قانونيا معنى ذلك انك ترغب في ان تكون موجود، يعني ان تبطل هذا القرار. لان هذا حق ولا يستطيع ابو مازن ان ياخذ مني هذا القرار. والممتع والمضحك والمبكي انه قال قرر. قررت مين يا ابو مازن؟ انت رئيس المقاطعه، تنصدق حالك انه عن جد انت بتقدر تعزلني من اللجنه المركزيه وانا هنا بهذه المناسبه؟ حركه فتح في قطاع غزه كانت طلعت بيان النهارده بتصف قرار الفصل بانه وصمه عار. هل احنا دلوقتي بعد، وانا بكلمك دلوقتي على المستوى المصري، بعد ما احنا على المستوى المصري حتى قلنا انه الحمد لله انتهى الانقسام الفلسطيني حماس فتح، هل احنا دلوقتي على وشك انقسام فتحاوي داخلي ما بين غزه وما بين الضفه؟ لا بالتاكيد لا. انا اريد ان اطمئن الجميع وعلى راسهم واولهم الفتحاويون. نحن في فتح وانا في فتح ولن اخرج من فتح ولا احد يستطيع ان يسحب مني هذا الحق. ولكن تستطيع سحب فتح غزه ورائك؟ لا بالعكس، لن اسحب لا فتح غزه ورائي ولا لبنان ولا الضفه، انا ابن فتح وسابقى فيها، واللي مش عاجبه يروح يقدم استقالته، واللي مش عاجبه ياخذ تقاعد مبكر. نحن في فتح وليس لنا مكان غير فتح وليس لنا مكان يعني جغرافي غير فلسطين لنكون فيها. غيرنا بروح بزور فلسطين زيارات رسمية، نحن فيها. وأنا أقول لأبناء فتح يجب أن لا يقدم أحد استقالته، ويجب أن لا يعبر أي أحد بغضب عن كردة فعل هنا هذا القرار. هذا القرار كأنه لم يجد، يأخذه الأخ أبو مازن يبله ويشرب ميته. طيب أنا نتصور يعني نتصور ازاي، خلينا في الموضوع لانه كان من المفترض ان يكون معنا احد الاطراف من الجانب الاخر معبرين عن صلب الموضوع، فدعنا نتحدث على المستوى السياسي ومستوى وعلى المستوى السياسي وحضرتك بتتكلم على انك يعني ماضي في اجراءات قانونيه للرد والتعامل مع البيان، ازاي يكون شكل العلاقه مع اصرار حضرتك بكونك عضو في اللجنه المركزيه لحركه فتح في مقابل انه واضح ان الخلافات ما بينك وبين الرئيس الفلسطيني ابو مازن، يعني مش بس خلافات شخصيه لكن توجهات ورؤى، يعني المساله هتكون معقده بشكل كبير. ازاي هيكون في انسجام وتناغم مع التصويت على فصل؟ لا يوجد انسجام بين الاخ ابو مازن واي مسؤول. ما هو ده واضح انه الانسجام ده ما كانش موجود، ليس بيني وبينه، بينه وبين اللجنه المركزيه، وبما فيهم المنافقين الذين صوتوا على القرار بعضهم. وانا اقدم شكري لكل اعضاء المجلس التشريعي الذين جاهروا بموقف قانوني، واشكر اخواني في المجلس الثوري ايضا الذين تحدثوا عن موقف قانوني. انا اتحدث عن حقوق ابناء فتح لا اتحدث عن حقي. انا امتلك من القدره والقوه للدفاع عني وعن ابناء فتح تكفي لتنظيمين. هل خروج محمد دحلان من اللجنه المركزيه هو اتفاق ضمني مع حماس؟ لانه حماس اعلنت بشكل مباشر اكثر من مره وفي اكثر من مناسبه انه محمد دحلان اسم غير مقبول ليها على الاطلاق، هل تتصور ذلك؟ لا أعرف، أنا لست من أصحاب نظرية المؤامرة. الأخ أبو مازن وحماس اتفقوا، نأمل أن يوفقوا في الاتفاق. أنا أعلنت
تأييدي ومبايعتي ودعمي للاتفاق، لأن الاتفاق هو المخرج الوحيد للشعب الفلسطيني. لكن عذرا يا فندم، حضرتك برضو في نفس التصريح ده اتكلمت انه طبعا المصالحة لصالح الشعب الفلسطيني، لكن من الممكن لها تجرنا لإشكالات عديدة. انا ما فهمتش يعني ايه اشكالات. لا لا بالعكس، اذا صفيت النوايا وانا مش شايفها صافية، انا مش طرف في الاتفاق الان او الاختلاف، انا مع الاتفاق، لانه الاتفاق تم بالتوافق، ان يتم التنفيذ بالتوافق. ولكن أرجو أن أعود قليلا فقط في مسألة اللجنة المركزية والتفاهمات. الأخ أبو مازن، هي اللجنة المركزية لها سنة ونص، كانت موازنات الفتح ضعف ما هي الآن قبل المؤتمر، كانت ضعف ما هي بعد المؤتمر. الأخ صخر بسيس تسلم مسؤولية غزة، كانت موازنات ضعف أنقصت حتى يفشل في عمله. اللجنة المركزية ليس لها علاقة أو قرار لا في العمل السياسي ولا في العمل التفاوض ولا في العمل التنظيمي ولا في العمل الحكومي، وهذا قاله الأخ أبو مازن علنا للجنة المركزية وفي المجلس الثوري، أنتم ملكوش علاقة، هذا مسؤوليته. حامل الملف السياسي هو صائب عرقات، بسافر بقعد له 3-4 أيام في عمان، ولما برجع بقعد له أسبوع، ثم يزور قطاع رام الله مرة في بينهم. وبالتالي لا يوجد برنامج حتى هذه اللحظة، نحن فشلنا في إقناعه في برنامج. اللجنة المالية لحركة فتح نحن لا نعرف عنها شيئا، قاتلنا ناضلنا، وأنا أقول هذا الكلام ليس لأن اختلفت معه الآن، وأنا أقول أمام اللجنة المركزية وقلت في أكثر من مرة في اللجنة المركزية، وطالبنا بأن تتوضح الأمور المالية التي أصبحت مجهولة منذ 25 عاما تقريبا. بس الأمور المالية، يعني اسمح لي سيدي، الأمور المالية من المعروف وهذا تراث في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هناك من يعارضه، أنه دائما الأمر المالي كان مع الله يرحمه المرحوم أبو عمار، معروف أنه هو المتحكم الرئيسي والوحيد في كل ما يتعلق بالمال، ويبدو أن هذا هو النظام المستمر. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، كان المتحكم في المال، ولكن كان المال معلوما وليس مبنيا للمجهول. لذلك أنا قدمت في مذكرة بشكل تنظيمي وقانوني وسري، مذكرة كاملة أشرح فيها كل المواقف السياسي والتنظيمية وملاحظاتي على أداء الأخ مازن، بما أنه في الجلسات التنظيمية والجلسات الرسمية لا يسمح لنا بالحديث فيها، وإن سمح نهاجم منه، إذن التزمت وقدمت ورقة تفصيلية. ولسوء حظ أنه أحد الناصحين المفتحين نصحوا أن يسربها، سربوا الوثيقة، تتحدث عن قضايا متعددة، أولا صندوق الاستثمار، ثانيا مال الحركة، وقضايا تنظيمية أخرى. وأنا هنا أقول مرة أخرى لكل أبناء فتح، أنا لست من أولئك الذين يتسابقوا أو صغار في تاريخهم لكي أفضح الحركة أو أفضح أحد، أنا لا أبحث فضيحة لأحد، ولكن ألا ترى أنه هذا ما يحدث الآن؟ لا لا لا، ولكنني أبحث عن تثبيت حق. هناك صندوق استثمار في مليار و362 مليون دولار سلم للأخ أبو مازن في 3/5/2005، هذا لا تعرف عنه اللجنة التنفيذية، ولا تعرف عنه اللجنة المركزية، ولا تعرف برضو عنه الحكومة. برضو يبقى هذا يبقى هذا وفقا لما تقوله، لأنه لا يوجد معنا طرف آخر يتحدث عن المعلومة. لدي الوثائق التي سأقدمها لأي لجنة وطنية، أنا لن أتحدث بالتفاصيل في أي مكان إعلامي. هذه الحركة هي حركتنا ونحن حريصون عليها، وهذه السلطة سلطتنا ونحن الذين بنيناها وسنحافظ عليها. هل سترشح نفسك في أي انتخابات قادمة؟ لكن يجب بمناسبة الحركة والحفاظ عليها، عفوا، يجب على الأخ أبو مازن أن يبذل جهد 5%، هو أعضاء اللجنة المركزية الذين أخذوا هذا القرار وسيكونوا مسؤولين عنه، أستثني من ذلك من اعترضوا على القرار، أن يجيب على ما في المذكرة. طيب، أن يشكل لجنة تحقيق وطنية لدراسة هذه المذكرة، وأنا لحظاتها سأقدم كل ما يطلب مني. الوقت ضغط عليا جدا. نعم. هل محمد دحلان مستمر في العملية السياسية، مشارك في أي انتخابات قادمة؟ والانتخابات القادمة انتخابات مهمة جدا. لا لا بالتأكيد، الانتخابات القادمة هذا ما عولنا عليه، وهذا من أجل ذلك ذهبنا إلى المصالحة وأسباب أخرى، ومن أجل ذلك قلنا أنه إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى إعادة ترتيب من خلال الانتخابات، ولكن أبو مازن يفسخ الحركة حتى لا نذهب إلى الانتخابات. لكن سيد محمد، بالنسبة للتدمير آخر فرصة للتوافق بيننا وبين حماس. بالنسبة للمصالحة والحديث عن حماس، في سؤال أو يعني تعليق جال حضرتك على صفحتنا على الفيسبوك، بيقول هل السيد دحلان مستعد للاعتذار لحركة حماس على تجاوزات الماضي أو على اتهامات حضرتك كان سبق وجهتها لحماس؟ أولا لا، أنا لم أتهم حركة حماس في باطل. ثانيا، حركة حماس هي التي اعتدت على أبناء فتح واستباحت دماؤهم، وسكت عن هذه الاستباحة أبو مازن وكثير من القيادة اللي اليوم تتشدق وبتاخذ قرار بفصلي
لا ب... لا لا القرار بيعني بس شايف ان الوضع دلوقتي مختلف محتاجين واحد صف مسيب من اعتذار الا للشعب الفلسطيني الذي اخذته هذه القياده وانا منهم الى هذا الوضع. ولكن على مستوى التاريخ والمحاكمة التاريخية حركة يبدو حماس يبدو يبدو, يبدو الأمر كثير من التعقيد في الفترة المقبلة.